عشت يا بك عشت. عيشوا معنا قصة جديدة مع أمجد ولونا. ألو مرحبا. أهلا. لك وينك أنت؟ شغلتي لي بالي، أفكاري صارت تروح يمين وشمال. فكرت جوزك عرف شي؟ لا، بس كان الأستاذ أخذ إجازة وقاعد بالبيت لهيك ما حسن ترد عليك. أنا اسمي نسمة، عمري 24 سنة، من مدينة اللاذقية ودارسة للبكالوريا. أنا اسمي سامي، دارس إعلام إلكتروني. حياتي كلها معلقة بالإنترنت والأخبار السياسية. بهالحياة مو أي شيء منطلبه منلاقي. تجوزت وأنا عمري 18 سنة، أهلي غصبوني. بحياتي كلها أهلي ما جبروني على شيء، بس ما بعرف ليش من وقت اللي فات هالإنسان على بيتنا تغيرت معاملة أهلي وخصوصا بابا. صار يضربني، يبهدلني على أي شيء بعمله. بيوم من الأيام خبرني بابا أنه عامر طلبك للزواج وأنا وافقت، وعرسك الخميس الجاي. فت بصدمة كبيرة كتير، وكانت أصعب أيام بتمرق علي. بعد ما تخرجت صرت دور على فرصة عمل بس ما لقيت، وقررت أنه حضر ورائي وشوف لي شي بلد سافر عليه، بس ما لحقت. بلشت الثورة بسوريا وصارت الأمور تتطور عنا بشكل سريع، وبعد فترة عرضت علي قناة من القنوات أنه أكون مراسلة لها، واشتغلت معه وصرت صور المظاهرات وأبعت لهم ياهم. وبعدها اتطور عملي حتى صرت أعمل لقاءات بالمناطق المحررة. نقمت على أهلي كتير وكرهتهم وبعدت عنهم، وبعد فترة 5 شهور من زواجي اكتشفت أنه عامر بيشتغل بالمخابرات العامة، وبالصدفة سمعته عم يحكي على التليفون وصار عندي فضول أكتر، وبلشت دور بين الوراق تبعه. وبعد ما ضليت عم دور لمدة أسبوع اكتشفت أنه هو موقع أبي على شيكات وسندات أماني، وبيت أهلي طلع مسجل باسمه. ما صدقت عيوني، شفت البلاوي من فيديوهات وتسجيلات لأشخاص معروفين كتير بالبلد، وثائق بتخرب نص بيوت العالم عنا بلادقية. كان شغلنا كتير صعب، كل يوم بمنطقة وكل يوم بمكان معين. كنت مفكرها مهنة سهلة، بس طلعت شي تاني مختلف كلياً عن اللي بعرفه. بس بكل مخاطرة حبيتها، لأنه كل يوم وأنا عم فتح عيوني أحمد الله أنه أنا لساتني عايش. قبل ما كنت حس بهالنعمة، لذلك نادرت حياتي لهالعمل، لأنه بينقل صورة الواقع اللي عم نعيشه بكل مصداقية وشفافية، وهذا كان شرط الوحيد. حياتي وزواجي وأهلي كلها واقفة عند هذا الوحش اللي اسمه عامر. بلشت أدور على النت على حدا يساعدني، بس لازم يكون ثقة. سمعت بالإعلامي سامي يلي عم بيعمل تقارير صحفية مهمة وعم بيكشف كتير من العالم والقصص المخباية، وبلشت أسأل عنه، وصار عندي مجموعة أصدقاء منيحة خلتني أخذ صورة كاملة عنه لهذا الصحفي سامي، وتواصلت معه وخبرته كل قصتي بأدق التفاصيل. بيوم الأيام بيخبرني صديق مقرب إلي كتير إنه في صبية بدها تتعرف عليك وبدها مساعدتك. حكيت معها على سكايبي وسمعت قصتها. بالبداية تعاطفت معها كتير، بس بعدين تحول هذا التعاطف إلى خوف عليها إنه ممكن بأي لحظة زوجها يكتشف الأمر إنه هي عم تعطينا وثائق سرية. لذلك طلبت منها إنه ما رح أنشره لحتى أمن عليها وعلى أهلها إنه صاروا برا البلد وبأمان. صرت أحكي مع سامي كل يوم تقريبا، كان يطمن علي. كان أول كلمة يقول لي إياها أنت بخير. كنت أفرح وأنبسط كتير إنه حس في حدا مهتم لحياتي. تعلقت فيه كتير وخبرته إنه أنت صرت أهلي وكل شي بالنسبة لإلي. لا تتركني، خليك معي، خليك بجنبي، لأنه أنا وقت بسمع صوتك بصير قوية كتير. حبيتها؟
ليش حبيتها؟ لك لأنه فيها نخوة وعزة نفس، لأنه شافت إنه في مظلومين كتير مثلها، وقصتها ولا شي بتطلع قدام اللي شافته وعرفته، والأهم إنه حياتها ما فرقت معها بسبيل فقط إنه تكتشف الحقيقة وتقلب المعادلة اللي لعب فيها زوجها، وصار إنه الظالم مظلوم والمظلوم ظالم. علمني سامي كيف ابعت له الوثائق، وعلمني كيف طرق التصوير. صراحة كل وثيقة كنت صورها، صح كون خايفة، بس بعد ما ابعتها حس حالي انه عم بعمل شي كتير كبير وعظيم، والله رح يكون معي ويساعدني لابعت كل شي واكشف حقيقته وخلي كل العالم تعرف من هو وشو عامل مصايب وبلاوي. ألو مرحبا. أهلا. لك وينك أنت؟ شغلتي لي بالي، أفكاري صارت تروح يمين وشمال، فكرت جوزك عرف شي. لا بس كان الأستاذ أخذ إجازة وقاعد بالبيت لهيك ما حسنت رد عليك. كان بالنسبة لإلي طوق النجاة، أو بالأحرى بصيص الأمل، يلي يمكن لولا وجوده بحياتي كانت الدنيا سودة كتير. حبيته، إيه حبيت نخوته ولهفته علي، وصرت أدعي الله يخلصني من هذا المجرم يلي اسمه عامر. آخر وثيقة بعتت لي إياها وكنت عم جهز له وسيلة تهرب فيها، بس للأسف كمشى جوزة، وصار يبعث لي رسائل تهديد على سكايب انه في حال انتشرت هاي الوثائق رح يكون اخر يوم بحياته لنسمة، ولحد هاي اللحظة مصيره مانو معروف، وانا صرت واقع بين اكتشاف الوثائق وبين حياته للانسان اللي حبيته بدون ما اشوفه ولا اعرف شكله. في قهوة للعاطلين عن الأمل، أختار زاوية لأشرب نصف كوب من ملل، حتى أراقبهم جميعا يدفنون الأمنيات، أشتم رائحة احتراق من تباشير الحياة، وأرى على صدر الفجيعة قبلة مرمية وجريدة عنوانها نهر الكسل. يأتي إلي النادل، ماذا تريد؟ هنا لدينا كل ما لا تشتهي، ما لا تحب، عصير قهر، قهوة من ذكريات، أم جئت مثلي كي تمارس دون أجر حق أمنية العمل؟ إني هنا يا سيدي كي لا ألبي ما تريد، إلا إذا ما قلت أن أبكي جلبت لك البصر. هذا البرنامج من إنتاج راديو سوريالي 2015. عم تسمعوا راديو سوريالي. على فكرة هذا مو راديو.